كان أينما كنتم تحية أخرى وشوط من الأشواط الجميلة شوط سيارة سيارات رصدت للفائزين تشجيع جميل انطلاق مميز خلونا نشوف هناك اللي بيسبق من هنا الله شوط الذكور المركز الأول وين مبروك مبروك في المركز الأول ومبروك سن لسيف محمد بن سعيد المنصوري تايسون ومبروك والاسم واحد والمالك واحد ولكن أعطوني الثاني أعطوني كيفان يبي يتكيف على السيارة يبي يتكيف رأيي الله كيفان لأن في مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد في سوحان الأشقاء من قطر ولكن المنصوري من الجانب الدوني يتقدم المنافسة والسيارة أين سوف تعبر سوف تتم هنا مشاهدينا والله تعبر الحدود وصل سالك والدرب سالك الجانب الآخر أيضا الجانب الآخر الله لمروان بن سالم بن سعيد السبوسي أبعاد أنتم والله قريبين أبعاد أنتم والله قريبين أبعاد راحت أبعاد تبع الموتر أبعاد الله يا أبعاد يلا يا مروان تايسون يا سيف يا ابن محمد يا ابن سعيد يا المنصور دافع باثنين دافع باثنين والفوز وين الله الله كيف على السيارة راحت السيارة مع أبعاد أبعاد أنتم والله قريبين أبعاد أنتم الله شو بعد أبعاد وصل المركز الأول معاني شوف المركز الثاني ولكن المركز الثالث لمنصور بن عبيد بن شرارة ولكن المقدمة السيارة راحت السيارة مع أبعاد وتهانينا لمالك أبعاد مروان بن سالم بن سعيد السبوسي خطف الموتر خطف السيارة المركز الثاني وصل منصور بن عبيد بن شرارة الاكتبي مع سالك والمركز الثالث مع تايسون سيف بن محمد نسين اللي بغى يقنص يتطاول لواحد ولا اثنين من اللي بسعيد نسار بسعيد السبوسي تقدم بقوة وخطف السيارة تهانينا من الأعماق بهذا الحضور الجميل والمشرف لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد حبيب السمو رئيس